انا بغيت نوب على الناس جيران ديالي راهم بجوج في حاله لا يرثى لها ما قادرينش يهضروا معاكم كاع. بغيت باش نتكلم عليهم. هاد السيد هاد الاب كان في العسكر ديال فرنسا وما كدير مع فرنسا والو، كتصيفط لي مره واحد المبلغ قليل دير ديتاي، خرج لي ولده اللي هو عبد الهادي العيناني، ضارب 10 سنين ديال الحبس، خرج بحال ما هو مسكين. دور جي شو الكاميرا. المهم راه هو في حاله لا يرثى لها، خرج باه ما لقاش باش يكون معاه لانه كيبيع غير الكارو. وحنا يا جيران وحنا راه العين بصيره واليد قاصيره، الا كانوا شي ناس اللي غاديين يتعاونوا مع هذا السيد لله في سبيل الله، الله يكون من حالهم. راهم ساكن بواحد الحاله راه ما لا يرثى لها. هما كانوا كيعيشوا في الاول كانوا بخير، وكانوا بخير وكانوا الدراري عندهم يعني كيديروا واحد شويه ديال الاجرام شويه ديال. المهم مشاو للحبس بجوج هو وخو راه مسكين وقع عليه نفس القضيه، حتى هو ولا تيتفشف بحال ما هكا، هرب مسكين زاد ما عرفوه مات ولا باقي حي ولا. والراجل هو مسكين كان بصحيحته مسكين كيمشي يجر يبيع الكارو، كتصيفط لي فرنسا واحد شويه من 3 شهور واحد 5000 ولا ما عرفت شناهي. المهم ما قاداش ملي خرج لي ولده، دابا راه هو مسكين معاق بحال لا يرثى لها، ما تيتمشى ما تياكل ما تيبرك مقاد، ما اي حاجه كيهزها كطيح ليه. كنتمنى واللي شافنا ولا اللي تصنت لينا يساعد هاد الناس هادو في سبيل الله، وهذا هو اللي كاين. في نعم من يعدل في العمر ما بكون ما عقلنا ولا ما كان عقل والو. دوك اش داروا عقد عليه؟ لا كلهم هم اربعه والخامس الاخر ما عرفوا شكون هو. انا عقد عليهم دوك داو القرينه داوها ليا، قال الوالد قال عطاو واحد اخر وخلاوني انا ضايع. كتشوفوا قال انا ما عاقل صدر، انا نقول لك كل شيء ذاك الشيء. ذاك الله يرحم الوالدين على كاف الكافيه. وهذا الشيء قلتها هو يدوي عليا كما قال لكم. كنت مع فرنسا ومع جينا لهنا ثاني ولينا مع سيدي محمد هنا. وذاك الشيء راه عارفين انا ما عاقلش، ما بقيتش عاقل. انا نقول لك كل شيء اللي كاينه، بدنا في القيراز بدنا في كل شيء. كنا شدنا 60 دير كنا ولا 50 دير، اما 60 ولا 50 في الشهر، لا الشهر الشهر. دوكا راك شوف الله يرحم والديك، انا ما عارف والو، هاكا في الكافيه انا ما عارف والو.